لعبتنا النهاردة ممكن يكون ليها طابع خاص، اللي يشوفها لأول مرة ما يكونش عارف هي لعبة ولا رقصة، الناس دي بترقص ولا بتضرب ولا بتعمل ايه بالظبط. حقيقة اللعبة وطبيعتها هيشرحها لنا بروفيسور باسوكا. هاي هاي، هاو ار يو؟ I'm fine. في البداية بنحب نسأل عن اللعبة اسمها ايه وبدايتها كانت عاملة ازاي؟ انشأت في البرازيل، مبدأ قصدي الأوريجن بتاعها برازيلي، وجت عن طريق السليفز العبيد. يعني اللعبة دي تم يعني بدأت مع العبيد، ده كان بتختلف عن ألعاب مثلا الملوك أو الأسياد اللي كانوا موجودين في الوقت ده. برضه دي انشأت من الناس القديمة الأفارقة، راحوا البرازيل أنشأوا الكابويرا كلها ككل، لما كانت عبيد بس. امتى ابتدت الكابويرا تتعرف في العالم وابتدت تنتشر؟ هي قديمة طبعا جدا، بس هي من بتاع 20 سنة مثلا أو حاجة زي كده ابتدت تبقى معروفة عالميا، تنتشر عالميا. مش معروف سنة كام بدأت أو سنة كام؟ من زمان، من بتاع 100 وحاجة سنة، 110 مثلا أو ممكن أكتر. ابتدت، بس هي ابتدت تبقى معروفة بقى لها بتاع 20 سنة عالميا، يعني على مستوى عالمي. بالمقارنة لمارشال آرتس تانية أو ألعاب قتالية أخرى، ايه اللي بيميز الكابويرا عنهم؟ يقولك اللي بيختلف عن اللعبة التانية شوية ان احنا عندنا انسترومنتس اللي بنلعب بيها الميوزك، الدريمباو والتباك بانديرو، مختلفة عن الحاجات المعروفة كاراتيه، جي جيتسو، جولو والكلام ده. وغير كده بيبقى فيها برضو بنلعب بس بيبقى فيه ميوزك، فيه دانس، فيه حاجات كده كتير. وعلى مستوى التكنيكس والتقنيات اللي بتستخدم، يعني مثلا معروف ان الجيجيتسو من الالعاب الكفاءه فيها اكتر بتكون على الارض، الكيك بوكسنج مختلفه. اللاعب الكابويرا اذا دخل في فايت حقيقي هيكون مميز فيه ركلات اماميه كتير، او يعني في يعني الكيكس نفسها ممكن تختلف من مارشال ارت للتانيه، او في عندنا كيكس طبعا بعدين طبعا انتوا هتشوفوا الحاجات دي، لو دي الميالوه او حاجات، في حاجات معينه الميالوه دي بالذات الكيكس مش موجوده في مارشال ارت تانيه خالص، هي موجوده في كابويرا بس. ممكن تقدر تستخدم الحاجات دي لو في 1-on-1 سيتويشن مثلا، يلعب شتير وسيل هشتير وراشتيره، في كذا حركه يعني ممكن في حالات لو لاعب كابويرا تعرض لموقف في الشارع، هل ممكن تبقى في الشارع ممكن تكون الكابويرا من التكنيكات بتاعتها تكون مفيده لشخص عادي؟ لو محتاج تستخدمه في حاجه تقدر طبعا تستخدمه في كيكس وبتاع. رياضه بتاعت اتاك وديفنس، انك تدافع وتهاجم بيها في نفس الوقت. ممكن نشوف يعني التكنيكات البسيطه اللي ممكن نستخدمها في حاله زي كده. طب بالنسبة للمقدمة، هل يعني أنا شفت معظم التكنيكات مش تكنيك خلاص عملها؟ الكابويرا مفيش، عندنا حركات قليلة جدا تساعد فيها في حاجة سامة.